في إطار جهوده الرامية إلى توسعة مدارك الأطفال وتعزيز آفاق معرفتهم العلمية والعملية، يخصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب باقة متنوعة من ورش العمل التثقيفية والتعليمية الممتعة لزواره من مختلف الأعمار. يقدم مهرجان الشارقة القرائي للطفل كل ما هو جديد ومفيد لعقول أبنائنا الصغار طيلة أيام انعقاده، من الورش التي يقدمها أهم المراكز المعتمدة والمتخصصة في المجالات العلمية والفنية والتربوية، حيث تستضيف هذه الدورة فان روبوتكس، أول مركز متخصص للروبوتات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى توفير فرص للأطفال والكبار لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجالات العلوم التقنية والهندسية والميكانيكية. كما خصص المهرجان ورش عمل تطبيقية تقدمها مجموعة محققون بارعون البريطانية المتخصصة في محاكاة مسرح الجريمة، حيث يحدد مجموعة من المحققين هوية الضحية وكيفية أو سبب وفاتها باستخدام تقنيات الطب الشرعي المتبعة حالياً، ليعرف الأطفال على عالم الجريمة تعزيزاً لأجواء المتعة والترفيه. وكذلك سيحظى المسرح بشكله المبتكر ضمن جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة الأطفال بمجمل الفنون والآداب الإنسانية، ويخصص المهرجان أيضاً ورشة عمل العب اللعبة التي ترتكز على قواعد تمثيل أساسية تمكن الأطفال المشاركين من تعلم أساسيات التمثيل والأداء المسرحي. وينظم المهرجان مسابقات عديدة كتحدي الطاهي الصغير ومسابقات طلاب المدارس وفارس الشعر. إلى جانب تلك المسابقات يطلق المهرجان هذا العام مسابقة جائزة المبتكرين، وهي جائزة مخصصة للأطفال الموهوبين وتمنح لمن يقدم أفكارا رائدة في مختلف المجالات العلمية والمعرفية. مهرجان الشارقة القرائي للطفل يسعى دائماً إلى إثراء مخيلة الأطفال وإتاحة الفرصة لهم كي يتعرفوا على أصدقاء مدى العمر عن طريق القراءة.